كان ناقص ترفرفي. الواحد بيزعل قوي لما حاجة من حاجاته تتكسر وتترمي في الزبالة. الزبالة دي تبقى انت. زبالة وبس؟ مفيش حاجة تانية؟ تعرفي يا ليلى، انت الوحيدة اللي بتقدري تشتميني. انا ما اعرفش عملت فيكي كده ازاي. لو كنت متي كان مين هيهزقني بعدك؟ انت بني ادم مريض. انت ليه ممكن تبقى بني ادم عادي زينا؟ زيكوا دول اللي هم مين يا بت؟ الواد اللي كان عندك في الشقه لما جم رموكي؟ ولا التاني اللي انت مضايفاه هو وابنه وفتحها لوكاندا؟ حطيتك تحت عيني يا ليلى. حطيتك ومش هشيلك ابدا. عشان لما تتجنني وتفكري تهددي ثروة زيتون في مكتبه لازم تدرسي قرصة تعقلك وترجعك طبيعية تاني زيكو. مش يطلع بره. عيب. الست محترمة وعارفة اللي بيغلط غلطة بيدفع ثمنها. السرير جنبك. بس الحمد لله جت سليمة حبيبتي. جت سليمة. الدور البايظة على كذا نوفة بتاعك. الدور بيعرف يطير هو كمان. أنا لسه جاي من البنك حالا. رضا فعلا طلع واخد خزنة خاصة. بس مش باسمه. باسم رب. إن شاء الله يا مولانا، إن شاء الله. وقبل الميعاد كمان. بس ما تنسناش بقى من صالح الدعاء يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فريان! فريان! أيوة. تعالي هنا! خير يا عيني؟ انت فتحت الخزنة دي وبصيتي على الورقة صح؟ أنا؟ تتقطع إيدي قبل ما امتص في نظري وأعمل حركة زي دي؟ ما تلفيش وتدوري عليا! أنت اللي فتحتيها ولا مش أنت؟ جرى إيه يا روحي؟ وأنا هعمل كده ليه بس يا حبيبي؟ مش انت طلعتني من المولد باللي عليا؟ ايه اللي هيخليني بقى افتح خزنه ولا ابص في حاجتك؟ يبقى انت اللي فتحتيها عشان تتاكدي اني مالكيش فيه. طب فتحت واتاكد ايه؟ هتعمل ايه يا نوحي؟ هتذبح الذبيحه مره كمان؟ مش انا اللي تعملي معايا الحركات دي. انا ممكن اذبحك 100 مره مش مرتين بس. وعبالي تكوني فاكره ان انا هفيز الكومي بتاعك. انت هتقول لي يا حبيبي هو كومي يجي جنبك ايه؟ ده انت بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نصاب ودجال وحرامي وبتلعب بالثلاث ورقات. مستغرب ليه يا نوحي؟ الكومي يا حبيبي ده حرامي صغير على قده، فاتح دكان صغير. انما انت شركة، مؤسسة، الهوبر اللي على الفتة يا بتوع الفتة، اللي في صفك حلال حلال، واللي مش على هواك نفاق وكفر. ده انا خدت حتة دين قلم على وشي بسببك. بس معلش أنا مش متضايقة علشان تبقى عريان ومتشلح قدامي من بدري بدري من عدة النصب اللي هتاكل وشك يا بيبي. أنا اللي فتحت الخزنة وأنا اللي خدت منها الورق اللي يروي لك دراعك. ما تنساش بقى يا شاطر تبقى تروح للخرفان اللي أنت ماشيهم وراك وبقى سمعني صوت مأمأة. مأمأة
يعني هو بوبو يا زينات ما قالكيش ناوي على ايه؟ جرى ايه يا نوجة؟ هو من امتى بوبو يا اختي بيقول ناوي على ايه ولا مش ناوي على ايه؟ ده اخوكي وانت عارفه اكتر مني. استغفر الله العظيم كل ذنب. مالك يا بت؟ بعدين قلقانه قوي يا زينات. في ايه يا بت مالك وغشتي قلبي؟ بصي يا زينات، بوبو كده شكله ناوي يعمل حاجه يأذي بيها زي علي ويضر نفسه. هو قالك كده؟ امال انا بحكي في ايه من الصبح؟ هو ناوي انه ما يرحموش وانا خايفه عليه قوي يا زينات. انت خايفه بقى على جوزك ولا على اخوكي؟ قصدك ايه؟ انا خايفه على الاثنين طبعا. يا زينات والله العظيم زي علي ده راجل طيب قوي، بس هو الجلاله واخداه. انا لو رحت وقعدت معاه واقنعته هيجي ويفهم بوبو كل حاجه. بصي يا نوجة، انا متجوز اخوكي يا اختي فوق 10 سنين، عمر ما نظرته خيبت في بني ادم. لما كان يقول الراجل ده سوء يطلع اشر خلق الله، ولما كان يقول الراجل ده عترة يطلع سلطان زمان. من الاخر اخوكي شخص لك المحروس جوزك، امني وصدقي. ايوه يا زينات، بس علي بقى اسمعي الكلام، اخوكي عارف مصلحتك اكتر منك. طب ازاي ده كله يحصل وما تقوليش يا جمال؟ كنت اقول لك ايه ولا ايه وانا شايفك في الحاله دي؟ خفت عليا. خفت علينا؟ خفت على كل اللي عشناه سوا. بس ليه حاسه انك مخبي عليا حاجه؟ انا شايفه ده في عينيك يا جمال. انا مش مخبي عنك حاجه، انا قلت لك كل اللي جوايا، بس لازم انتقم لكل اللي حصل لي بسببهم. يا جمال مش هينفع يا ليلى، انا ممكن اسامح في اللي حصل لي، بس مش ممكن اسامح في اللي حصل لك ابدا. واخرتها ايه بقى؟ ضربه قصاد ضربه، احنا لوحدنا وهم كتير. عشان كده انا بسالك، هتقدري تستعملي؟ تتخيلي احنا ممكن نفضل نكمل مع بعض في الظروف دي؟ هستعمل وهنكمل سوا. تشاركني؟ تشاركني ده يا علي بيه؟ انت بتتكلم جد؟ جد طبعا. وايه اللي مخليك مستغرب كده؟ ابدا مفيش وجه للاستغراب. بعد اللي حصل لي ما بقاش اي حاجه ممكن تخليني استغرب. ولما كنتش اعرفك كويس واعرف منى هانم وخليف بيه الله يرحمه، كنت قلت لنفسي ده ملعوب جديد نوح السباعي بيلعبوا عليا. هو نوح لو حب يلعب عليك ملعوب هيستعملني انا برضه جرايه كومي بيه. امال ازاي بتقول انك عارفني؟ ما تاخذنيش علي بيه. كل اللي بيحصل حواليا بيخليني اعيد النظر في اي حد وكل خطوه بتتاخد. حقك، بس لازم تعيد النظر صح. ماشي، نعيد النظر مع بعض. انت طالب تشاركني بعد خليف بيه ما مات، ده معناه ان في ثروه هتظهر على السطح، وثروه كبيره كمان، وطبعا مش المفروض انها تبان، حفاظا على سمعه الراجل الله يرحمه. ففكرت انت ومنى هانم افضل طريقه بعيد عن البنوك والشوشره والتهريب بره البلد انها تخش جيب حد تكونوا ضامنينه ويكون تحت ايدينا، والاسم شراكه. صح؟ مظبوط، ده اللي انا ومنى فكرنا فيه. للاسف انا مش هقدر اساعدك، انا دلوقتي بقيت من مغضوب عليهم، ولو ما لحقتش نفسي وخرجت بسرعه هبقى متضلين زي ما نوح السباعي قالها لي. ساعتها بقى لا هلاقي فلوسي ولا انت كمان هتلاقي فلوسك. هو نوح يعمل معاك كده ليه؟ تقدر تقول ماتش كورة، الحكم صفر عشان تبديل اللعيبة،